احنا بالحظر، يعني ما عندنا حظر، تعرف انت احنا قرارات دولة، وبالحظر يعني يطلعون فرق جوالة على البيوت، نخابر من خلال القوائم اللي عندنا، ونوزع البطايق ونحدث لهم، والناس متعاونين ويانا والحمد لله والشكر لله. الحظر اجوكم ناس؟ يجون الناس، يجون كثير، تعرف احنا 8 أربعة بأربعة، لكن أيام الحظر احنا 8. بالعكس، مو المفروض بالحظر ماكو ناس يفترون بالشارع؟ لا احنا نطلع عليهم، يعني احنا الكادر يطلع يفتر عليهم. عليهم؟ ايه نطلع عليهم، يعني جناب واحد يخابرنا من المواطنين، عندنا عائله وما نقدر نطلع، احنا بسياراتنا الخاصه نروح عليهم. القوات الامنيه متعاونه معانا نطلع. ايش قد انتم سويتوا بطاقات بايام الحظر؟ ايام الحظر سوينا بطاقات ازيد من ايام الاعتياديه. تدري احنا نفتر، يعني من نروح فلان عند بيت فلان، بيت فلان هنا 6، هنا 4، هنا 10، نسوي مجموعه كلها على نتيجة. الحمد لله والشكر لله. توزيع البايومتري الموجود عندك، يعني ذي الصوره، نعم، كم وحده وزعت منها؟ احنا كان عندنا 3644، وزعنا 3200، يعني سبق 600 اقل، يعني 500 اقل، اقل ان شاء الله اقل، اي 400 وشويه هالشكل هذا. اي زين، عندك الاقبال هسه تشوف شلونه؟ الاقبال يعني ضعيف من المواطنين، لكن احنا من نطلع نشوف المواطنين يجون علينا. فريق جوال عندنا؟ فريقين جوال عندنا. هسه يشتغلون؟ هسه طالعين، فريق جوال عندنا طالع ان شاء الله. زين، كهرباء عندكم؟ كهرباء موجود، ما عندنا اي اشكال مع الكهرباء، ما ينقطع. الاجهزه مالكم كامله الحمد لله والشكر لله، والجهه اللي يصير عندنا خلل من المكتب نصلحه ونرجع. انت شو توصي الناس اللي ما حدثوا يجون يحدثون؟ والله يعني انا من خلال قناتكم الكريمه وجنابك انه تحث الناس على ان ياتون، يعني يجون على المراكز يحدثون، لانه يعني ناس محافظات عبرت ال 80%، احنا بعد محافظاتنا محافظه نينوى والانبار وتكريت ما عبرت ال 40%، فنرجو من الناس انهم تجي تحدث بطاقاتها.